من ضمن المسائل المطروحة والمهمة أيضا في وقتنا المعاصر، وهي فيما يتعلق بالثوب الذي فيه تصاوير، هل من مانع من الصلاة بثوب فيه تصاوير؟ هذه التصاوير وهذه الصور إما أن تكون صور ذات أرواح أو صور غير ذات أرواح، أي ليست فيها روح، كمثل الأشجار مثلا، لباس فيه شجرة، فيه ورقة، فيه شيء من أنواع الثمار، فهذا لا مانع إن وجد في شيء من اللباس، هذا لا يؤثر على الصلاة لأنها ليست بذات أرواح. الإشكال إن كان ذلك اللباس من ذات الأرواح، يكون في حيوان، في إنسان، في شيء من الدواب الموجودة، يعني من أنواع الحيوانات أو البشر أو شيء من الطيور أو شيء من هذا الجانب، هذا هو الإشكال في هذا الجانب. الإشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه وعيد فيما يتعلق بالتصوير وما يتعلق بذلك الرسم في هذا الجانب، لذلك وورد هناك أيضا حديث آخر، فورد فيه حديثان، لكن الحديث الآخر كما يذكر البعض هو ورد في جانب رخصة وبضابط. أصل الحديث الأول وهو رواه الإمام الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات أتى إلى البيت، وعندما أراد أن يدخل البيت رأى في بيته نمرقة وسادة، ورأى فيها تصاوير، فوقف عند الباب، فالسيدة عائشة رضوان الله عليها تعجبت وكأنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله إن كنت قد وقعت في شيء من ذنب، أو فيما معنى كلامها رضوان الله عليها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، لماذا هذه النمرقة مهتاية البيت، ما بال هذه النمرقة فيها تصاوير؟ فقالت السيدة عائشة أتيت بها يا رسول الله لتتكئ عليها وتتوسد بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى حديثه إن أصحاب هذه الصور ليعذبون عليها يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، إن أصحاب هذه الصور ليعذبون عليها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. فهنا بسبب أن تلك الصور ورد فيها وعيد، قالوا إذن هذا الوعيد على الإنسان أن يبتعد منه في ذلك، فعليه ألا يصلي بثوب فيه شيء من ذوات الأرواح، فمن صلى بشيء بلباس فيه شيء من ذوات الأرواح فإن على قول بعض المحقق أن صلاته بناء على هذا الوعيد صلاته باطلة لا تصح بسبب وجود تلك الأرواح، وخاصة الآن الحقيقة فيما يتعلق باللباس أغلب اللباس معنا وارد من دول ليس معها ضوابط فيما يتعلق بجانب الحضارة وجانب التقنيات في ضوابط الشرعية، لذلك على الإنسان أن يحذر، يمكن يلبس يشتري شيء من اللباس من الأثواب وقد لا ينتبه أن فيها صور، والحقيقة فيها صور، قد تكون فيها صور فظيعة في هذا الجانب وهو لا ينتبه بانتباه، اللهم ربما يعجبه شيء من الألوان أو الأشكال السريعة في بعض الجوانب ولا ينتبه، فهنا على الإنسان أن ينتبه في هذا الجانب، وخاصة فيما يتعلق بالنساء مع انتشار ما يتعلق بالموضة، هذا الموضة فيها ضوابط إن شاء الله تعالى ستكون هناك دروس فيما يتعلق بهذا الجانب، هذا الموضة هي التي شغلت كثيرا من شبابنا وأمتنا فيما يتعلق بهذا الجانب، اهتمامهم بجانب الموضة، مرة في الهاتف، مرة بكذا، مرة بكذا، فهنا تحتاج إلى دروس ما يتعلق بضوابط هذه الموضة، هل لها ضوابط شرعية؟ نعم لها ضوابط، عسى أن تكون في دروس قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.